مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الحادي عشر العلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبقى مع القسم الأخير من درس التوزيع الإلكتروني، وحديثنا اليوم عن إلكترونات التكافؤ وكيفية تحديدها من خلال التوزيع الإلكتروني، وأيضا عن قاعدة هوند، وكذلك تمثيل لويس النقطي للإلكترونات. إلكترونات التكافؤ هي الإلكترونات الموجودة في أعلى مستوى طاقة، ألا وهو مستوى الطاقة الأبعد عن النواة. فمثلا في ذرة الكربون وعددها الذري 6، التوزيع الإلكتروني 1s2 2s2 2p2. إلكترونات التكافؤ هنا هي الإلكترونات الموجودة في المستوى الثاني للطاقة، أي الإلكترونات الموجودة في 2s و 2p. لاحظ أن إلكترونات التكافؤ لا تشمل الإلكترونات في المستويات الممتلئة كليا التي تقع تحت مستوى الطاقة الخارجي، أي أن إلكترونات المستويات الداخلية لا تعد من إلكترونات التكافؤ، وهي مرتبطة بشدة بالنواة لأنها أقرب إليها. كما نعرف أن النواة موجبة الشحنة، والإلكترونات في هذه المستويات هي سالبة الشحنة، فلذلك تتأثر هذه الإلكترونات الداخلية بقوة جذب النواة للإلكترونات السالبة، لذلك لا تساهم هذه الإلكترونات الداخلية في تشكيل الروابط، بينما تشارك إلكترونات التكافؤ الموجودة في أعلى مستوى طاقة وهو الأبعد عن النواة وأقل ارتباطا بالنواة، لذلك تساهم في تشكيل الروابط. وخلال الجدول الدوري بالانتقال من اليسار إلى اليمين، فإن إلكترونات التكافؤ يزداد عددها، لأنه كما نعلم أن رقم المجموعة في الجدول الدوري يبين عدد إلكترونات التكافؤ، ألا وهي الإلكترونات الموجودة في مستوى الطاقة الأخير الخارجي أو البعيد عن النواة. إذن فالمجموعة الأولى، وقد أطلقنا عليها في الدرس السابق الفلزات القلوية، جميع عناصرها لديها إلكترون تكافؤ واحد. أما المجموعة الثانية القلويات الأرضية أو الفلزات القلوية الأرضية، فجميع عناصرها لديها اثنان من إلكترونات التكافؤ. ثم المجموعة الثالثة لديها 3 إلكترونات تكافؤ، فالرابعة لديها 4، والخامسة لديها 5، والسادسة لديها 6 إلكترونات تكافؤ. ثم المجموعة السابعة، وقد أطلقنا عليها اسم الهالوجينات، لديها 7 إلكترونات تكافؤ. أما المجموعة الثامنة وهي الغازات النبيلة فلديها 8 إلكترونات تكافؤ.
لكن باستثناء الهيليوم، لأن الهيليوم لديه إلكترونان فقط في المستوى الأخير والوحيد. فإذا عدد إلكترونات التكافؤ في الهيليوم يساوي إلكترونين. سؤال: سم العنصر الذي له أقل كتلة وإلكترونات تكافؤه تساوي 3. الحل: 3 إلكترونات التكافؤ تعني أن التوزيع الإلكتروني ينتهي ب S2 و P1، ويكون هذان المستويان الفرعيان S و P في نفس مستوى الطاقة الرئيس M. إذا نحن بحاجة هنا أن نعرف ما هو أول مستوى طاقة يحتوي على المستوى الفرعي P، هو المستوى الرئيس ذو عدد الكم الرئيس N يساوي 2، ويكون قبل 2P 1S. إذا فيصبح التوزيع الإلكتروني 1S2 2S2 2P1. لنجمع إذا هذه الإلكترونات الموجودة في التوزيع الإلكتروني، فنحصل على أن عدد الإلكترونات الكلي يساوي 5. بالرجوع إلى الجدول الدوري نلاحظ أن هذا العنصر هو البورون. تدريب: ما عدد إلكترونات التكافؤ لكل من Na 11، Me 10، M 7؟ قاعدة هوند: الأفلاك المتساوية في الطاقة كأفلاك P الثلاثة وهي Px Py و Pz، هذه الأفلاك تمتلك نفس الطاقة لأنها موجودة في مستوى الطاقة الفرعي نفسه. هذه الأفلاك تمتلئ بشكل فردي، أي إلكترون واحد في كل فرق، وبذلك يكون التنافر بين الإلكترونات في حده الأدنى. فإن بقي إلكترونات بعد ذلك، تملأ هذه الإلكترونات الأفلاك ذاتها بصورة مزدوجة. لاحظ هذا التوزيع الإلكتروني للعناصر المبينة في الصورة: البورون لديه إلكترون واحد في المستوى الفرعي P يوضع بشكل فردي لأنه لا يوجد غيره في Px. في الكربون هناك إلكترونان في المستوى الفرعي P أيضا يوضعان في Px و Py. النيتروجين أيضا توضع الإلكترونات الثلاثة بشكل فردي في Px و Py و Pz. لاحظ في حالة الكربون والنيتروجين لم نرسم الإلكترونين في نفس الفلك. في الكربون لم نضع الإلكترونين في الفلك Px، بل وضعنا أحد الإلكترونين في الفلك Px والآخر في Py، وكذلك في النيتروجين وضعنا إلكترونا واحدا في كل فلك، أي أننا لم نرسم إلكترونين بشكل مزدوج في فلك واحد. لاحظ في حالة الأكسجين المستوى الفرعي P
يحتوي على 4 إلكترونات، توزع فرادى أولا فيبقى الإلكترون الرابع يملأ الفلك بي إكس بشكل مزدوج، لكن بعد أن ملأت الإلكترونات الثلاثة الأفلاك بي إكس وبي واي وبي زد بشكل فردي. إذن فقاعدتهم تنص على أنه لا يحدث ازدواج بين إلكترونين في مستوى فرعي إلا بعد أن تشغل الأفلاك بشكل فردي أولا. أهمية قاعدة هوند: في أكثر الحالات الإلكترونات المفردة فقط تكون روابط كيميائية، أما الإلكترونات المزدوجة فلا تكون روابط. كما نلاحظ أن هناك فرقا بين إلكترونات التكافؤ والتكافؤ، فالتكافؤ هو عدد الإلكترونات التي يمكن أن تكسب أو تفقد أو تتشارك لتكوين الروابط الكيميائية. نلاحظ مثلا النيتروجين لديه 5 إلكترونات تكافؤ، لكن الإلكترونات التي تشكل الروابط هي الإلكترونات المفردة في المستوى الفرعي P وهي 3، إذن تكافؤها يساوي 3. وكذلك الأكسجين لديه 6 إلكترونات تكافؤ، لكن إلكترونين منها فقط تشكل روابط كيميائية، فيكون تكافؤه يساوي 2. تدريبات: ما نص قاعدة هوند؟ اكتب التوزيع الإلكتروني لعنصر الفلور F وعنصر الكبريت S وللأيون CA موجب 2 بحسب قاعدة هوند، وهذه هي الأعداد الذرية بالترتيب: F 9 و S 16 و CA 20. توزيع لويس النقطي للإلكترونات: يستخدم توزيع لويس النقطي للإلكترونات لتمثيل إلكترونات التكافؤ، وذلك على شكل نقاط. إذن فالنقطة تدل على إلكترون واحد من إلكترونات التكافؤ. نرسم أولا إلكترونات مفردة على كل جانب من الجوانب الأربعة، وإذا بقي هناك إلكترونات نرسمها بشكل مزدوج. فمثلا لذرة الأكسجين إلكترونات التكافؤ 6 إلكترونات، فنرسم 4 إلكترونات بشكل منفرد على كل جانب من الجوانب الأربعة، ويبقى إلكترونان 2 نرسمهما بشكل مزدوج، وهكذا يصبح لدينا 6 إلكترونات حول رمز الأكسجين، أي أن لدينا 6 إلكترونات تكافؤ. إذن توزيع لويس النقطي للإلكترونات هو تمثيل لإلكترونات التكافؤ على شكل نقاط، ويبين إلكترونات التكافؤ المفردة غير المزدوجة وإلكترونات التكافؤ المزدوجة. كما لاحظنا في توزيع لويس النقطي للأكسجين ظهر أن هناك إلكترونين منفردين
وزوجان من الإلكترونات المزدوجة. ما أهمية ذلك؟ أهمية ذلك بيان أن الإلكترونات المفردة هي التي تساهم في تشكيل الروابط، أما الإلكترونات المزدوجة فلا تساهم في تشكيل الروابط. فمثلا ذرة الأكسجين في جزيء الماء ترتبط برابطتين فقط، والإلكترونات التي تساهم في تشكيل هذه الروابط هي الإلكترونات المفردة، أما الإلكترونات المزدوجة فلا تشكل روابط كيميائية. إذن ذرة الأكسجين ترتبط فقط برابطتين لا أكثر، وهذا هو توزيع لويس النقطي لإلكترونات بعض العناصر. لاحظ الهيدروجين لديه إلكترون واحد فقط، الليثيوم والصوديوم كذلك لأنها جميعا في المجموعة الأولى، المجموعة الثانية لديها إلكترونات تكافؤ فيرسمان على شكل نقطتين، المجموعة الثالثة ثلاث نقاط، المجموعة الرابعة أربع نقاط مفردة، المجموعة الخامسة نرسم أربع نقاط مفردة على كل جانب، والإلكترون الخامس يمثل مزدوجا، فيصبح النيتروجين لديه ثلاثة إلكترونات مفردة، أي أن النيتروجين يرتبط بثلاث روابط فقط، الأكسجين والكبريت في المجموعة السادسة ستة إلكترونات، يكون اثنان منها بشكل مفرد لديها زوجان من الإلكترونات المزدوجة، إذن فترتبط كما ذكرنا برابطتين. أما المجموعة السابعة فإلكترونات تكافؤها سبعة إلكترونات، فيظهر لدينا أن هناك إلكترونا واحدا مفردا فقط في توزيع لويس النقطي، ولذلك عناصر هذه المجموعة تشكل رابطة واحدة فقط. أما عناصر المجموعة الثامنة النبيلة فلديها مستوى طاقة مكتمل، أي ممتلئ بالإلكترونات، ثمانية إلكترونات باستثناء الهيليوم فإنه يمتلئ بإلكترونين في المستوى الأول، إذن فإنها لا تشكل روابط كيميائية لأن ليس لها إلكترونات مفردة إلا في حالات نادرة كما ذكرنا سابقا. وكما قلنا في حديثنا عن قاعدة هوند والتكافؤ، فإنه في أكثر الحالات الإلكترونات المفردة هي التي تشكل الروابط الكيميائية، بينما الإلكترونات المزدوجة لا تشكل روابط كيميائية. إذن باستخدامنا توزيع لويس النقطي نبين عدد الروابط الممكن تشكيلها، وذلك وفقا لعدد الإلكترونات المفردة. تدريب
اكتب تمثيل لويس النقطي للنيتروجين N7، كم رابطة تشكل ذرة النيتروجين؟ هكذا نكون قد أنهينا درس التوزيع الإلكتروني. ألقاكم في درس قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.